رحب فيكم بكورس سوليد ووركس فور بيجينرز. انا نور مهندس تصميم وانتاج، وحكون معكم بهالرحله لنتعرف اكثر على برنامج سوليد ووركس. طبعا بهي السلسله حتكون فيديوهات قصيره وذات قيمه عاليه لحتى نوصل للهدف المطلوب بشكل اسرع. بتمنى لكم كل التوفيق، خليكم معنا. طبعا بهذا الكورس انا عم جرب اشرح سوليد ووركس من الصفر، فبالتالي حيكون في إمكانية كبيرة كتير لكافة الأشخاص إنه تبلش تشتغل معنا، سواء يلي عنده خلفية هندسية أو حتى يلي حابب يتعلم البرنامج لمجرد المعرفة. طبعاً الكورس حيتألف من عدة محاور. بالمحور الأول حأشرح الواجهة والتفاصيل الموجودة فيها. بالمحور الثاني حننتقل للتودي وعالم التودي بالسوليد ووركس. حنعمل سكتش، نفوت على التودي، نحول أفكارنا لواقع ونشوف شو فينا نعمل. بعدين رح ننتقل لل 3D. بال 3D حيكون عنا إمكانية إنه نحول رسوماتنا من 2D لل 3D، وهون حيكون الدور الأكبر للسوليد ووركس لحتى يحول أفكارنا فعلا للواقع بما يتناسب مع متطلبات العميل. وطبعا حيتم شرح بعض التفاصيل باستفاضة. رح ننتقل لاحقا للتجميع، وبالتجميع رح يتم تنفيذ بعض المشاريع من الحياة العملية لحتى يكون في فهم كافي للأسمبلي. أخيراً حنجي على الدروينجز، وبالدروينجز حنحول البرودكتس تبعنا والمنتجات اللي اشتغلنا عليها لرسمات 2D عليها أبعاد وتفاصيل كافية لحتى نطبعها وننقلها لأقسام تانية لحتى تتم عمليات التنفيذ. طبعاً حابب أذكركم أنه أنا بهذا الكورس عم بشتغل على سوليد ووركس 2022. هذا يعني أنه أنتم ممكن تكونوا عم تشتغلوا على نفس النسخة أو ممكن عم تشتغلوا على نسخ تانية، وبالحقيقة ما في أي مشكلة لأنه نحن عم نشتغل بكورس مبتدئين، فبالتالي نفس العمليات وتقريبا كل شيء متشابه. حابب أذكركم أنه تحت بالكومنتس حابب أنه تسألوني الأسئلة بتخطر على بالكم ما يتعلق بالكورس لحتى نجاوب عليها بفيديوهات منفصلة، أو حتى ممكن أنه نشرح كيف ممكن ننزل البرنامج أو حتى نفعل بعض الفيتشرز الإضافية فيه. وبالنهاية بتمنى لكم كل التوفيق، خليكم معنا بالدرس الجاي لنتعرف أكثر على واجهة سوليد ووركس.